بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر محمود عبد الله، وإن شاء الله دلوقتي هندي الجزء الأخير في Lesson 3 Unit 1 Connect 5. طب بيتكلم عن إيه الجزء ده؟ بيتكلم عن الـ Healthy and Unhealthy Food، الطعام الصحي والغير صحي. هنقرأ دلوقتي وهنحفظ مع بعض أنواع طعام وأكل صحي وغير صحي. طيب بصرف النظر عن ان هي كلمات ومطلب منك ان انت تحفظها، انا عايزك برضو تعرف انواع الاكل الصحي الهيلثي فود والاكل الغير صحي unhealthy food، علشان ده هيفرق معاك بعد كده تمام في حياتك ان شاء الله، انك انت جسمك تديله العناصر الغذائيه اللي بيحتاجها بطريقه سليمه. تمام، يلا بينا نعرف الهيلثي فود. طيب الفروتس والفيجيتابلز كلها تمام healthy food، بس يقول لك ايه؟ يقول لك الفروت تاكلها ايه زي ما هي كده، ما تعملهاش عصير. تمام، لان العصير بيبقى ليه برضو زياده منه، ليه اثر برضو ايه مش حلو يعني تمام في الايه في الدايت وكده. طيب نعرف ان البنانز اللي هو الموز ده هيلثي فود، كارتس، جزر، تشيكن، الدجاج، ناتس، مكسرات، مانجوز المانجا، ووتر ميلون بطيخ، أنيونز بصل، فول مدمس تمام الفول مدمس، بريد خبز، بويلد إيجز تمام بيض مسلوق، أورنج برتقال، سلد سلطة، جوس عصير، يوجرت الزبادي، فروت سلد اللي هي سلطة الفواكه، تشيز الجبنة، كيوكامبر الخيار، هاني العسل، كشري الكشري. طيب هقول لك على حاجه كده على السريع، انا يعني اكل صحي بعمله البنانز تمام، بضربه في مع اللبن تمام، وكنا بديت رابعه ابتدائي الجزء خاص بالايه بالشوفان تمام. الحاجات دي كلها بتدي ايه؟ بتدي للجسم الطاقه تمام، والايه البروتين اللي إيه الجسم بيحتاجه. عندك برضو الايجز حلوه جدا تمام، الفول المدمس 5 معالق الصبح كده حلوين، انا بتكلم معاك بجد تمام. تعرف ان ده انت كطفل لسه صغير تعرف ان الحاجات دي ايه مهمه ليك. طيب التشيز الجبنه القريش حلوه جدا جدا جدا، والسلطه طبعا جميله تمام. ايه تاني؟ النطس طبعا، الفول السوداني والمكسرات والحاجات دي رهيبه تمام. الحاجات ده الاكل الصحي، والعسل، العسل مع الموز مع الشوفان مع زبده الفول السوداني، ده حاجات جميله جدا ليك تمام. فايه خلينا نتكلم عن الهيلثي فود، وانصحك برضو وانا ايه وانا بشرح لك فايه فالتزم بالهيلثي فود ده، هي هي هيعجبك جدا بعد كده ان شاء الله في النتيجه تمام، لما تشوف كده ايه اداء جسمك حلو، ما بتهبطش ما بتتعبش تمام. يلا بينا بقى الان هيلثي فودز اللي احنا نجتنبها. طيب حاول انت لو جيت تاكل منها تاكل منها ايه حاجه بسيطه جدا تمام، زي الشوكليت الشوكولاته ان هيلثي، اه طبعا كل انواع الكانديز والسويتس ان هيلثي، السويتس الحلوى تمام، البونبوني والحاجات دي، كوكيز اللي هو الكعك المحلى تمام، جام المربى، فرنش فرايز بطاطس اللي هي ايه الصوابع دي، اي حاجه في الزيت طبعا بتبقى صعبه يعني، كيك اللي هي الكيك الكيك او التورته، برجر اللي هو البرجر، وبيتزا اللي هي البيتزا. الحاجات دي كلها ان هيلثي فود، يبقى تشوكليت سويتس كوكيز جام فرنش فرايز كيك برجر وبيتزا. تقال لك هنا بس اخر حاجه، ميك شور يو ايت ا بالانسد diet so your body gets the nutrients it needs، تأكد من تناول نظام غذائي متوازن علشان جسمك يحصل على العناصر الغذائية اللي بيحتاجها، زي ايه الفول مدمس اساسي 5 معالق على الصبح يدولك بص طاقة كده ايه تطير للمدرسة بالاجنحة، والسلطة طبعا فيها العناصر الغذائية اللي الجسم بيحتاجها وخفيفة على الجسم، واليوجرت اند هاني طبعا الزبادي والعسل، الحاجات دي كلها جميلة جدا. ابدأ طبق النظام الغذائي ده في حياتك تمام، وشوف النتيجه بعد كده ان شاء الله. ده نهايه الايه الجزء الخاص بالهيلثي اند ان هيلثي فود، ما ارتبطتش بس بكلمات، لا اتكلمت معاك علشان ايه برضو يبقى ايه انت تاخد نصيحه تليق بيك، واشوفكم ان شاء الله في ليسن 4، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.